تطلع على اثر تغير في اللود على السينكرونس موت، رح تطلع على الفيزر دايجرام. طلع وجعها كي في ال، اذا طبقنا على كي في ال هذا محرك موتور، مين اللي بيسبب البدايه؟ مين اول شيء بيسبب بحطه على المحرك؟ بحط فولتج هون مضبوط. شو بينشا عندي؟ بينشا عندي كرنت من هون، بده يصير في دوران، لما يصير في دوران شو بتكون عندي هون؟ فولتج. الفولتج هذا شو بيعمل؟ بقاوم الفولتج الاصلي اللي موجود هون حسب لينز سلو، يعني البولاريتي تبعت الفولتج اللي بتكون هون بقاوم الفولتج الاصلي اللي موجود هون، اذا عملت كي في ال حوالين هاي اللوب هذا الفولتج بيساوي هذا الفولتج زائد هذا الفولتج، مضبوط؟ من حسب كي في ال. في فاي اللي موجود هون لانه هذا محرك مش جنريتر، لو انه جنريتر بيكون العكس، هذا محرك الفولتج هون بيساوي الفولتج دروب اللي بيصير هون، وانا اهملت ار اي، اعتبرت انه ار اي اصغر بكثير من اكسس فاهملها، لكن هون في عندي لانها هذه اندكتنس في عندي هون جي. اذا لو نقلت اي اي على الجهه الثانيه بصير عندي، او نقلت في هذه على الجهه الثانيه بصير عندي اي اي بتساوي في فاي ماينس جي اي اي اكس اس، هاي احيانا سميناها اي ستيتر او اي ستار. هلا هدول طبعا هذا فيزر دايجرام، هنكتب هذا هون فيزر دايجرام ونطبق هذا الفيزر دايجرام على هون. راح افترض في البدايه انه عندي اي اي، راح افترض انه عندي ليدنج لود، هذه مين الليدنج هون؟ حسب الرسمة اي اي، لانه انا بتذكر انه انا عمالي بلف بالفيزر دايجرام بلف باوميجا كاونتر كلوك وايز، فاللي رح يكون عندي بالاول هو اي اي بعدين بي فاي، وراح افترض هون انه عندي ثيتا 1 لهذا الكرنت وهذا المفروض انها اي اي 1 كاونتر كلوك وايز. هلا بدي اطلع اي اي شو لازم اعمل؟ اطلع على هذا الفيزر دايجرام، اي اي شو بيساوي؟ كفيزرز بيساوي هذا الفيزر ماينس هذا الفيزر، هذا الفيزر عبارة عن ايش؟ اي اي مضروب في اكس اس جي، جي شو بعطيني؟ 90 درجة، لفة 90 درجة بأي اتجاه؟ بهذا الاتجاه، فالجي رح يعطيني ايش عمودي على هذا الخط بهذا الاتجاه، بخط خفيف اخضر هيك رح يعطيني بهذا الاتجاه، بس انا ضاربه بماينس، الماينس شو بعطيني؟ عكس 180 درجة، إذا اي اي اكس اس رح يكون اتجاهه لهذا الاتجاه، بس انا وين بدي اضيفه كفكتور؟ بدي اضيفه لفي فاي، فرح يكون عندي شيء عمودي بهذا الاتجاه، فهذا رح يكون عندي اي 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 اكس اس جي ماينس. مش هيك مضبوط؟ هذا اللي صار اللي هو عمودي على هذا الخط، كنا نرسم ايش عمودي مضبوط؟ هي بدك عمودي. وين صار اي اي الان؟ البدايه المحصله هيك محصلة الاثنين اللي صارت عندي هذه اي. هلا تذكروا احنا حكينا اي اي بتضلها كونستنت ما دام ايش كونستنت؟ اي اي مع ايش بتتناسب؟ مع سرعة الدوران مع فاي. إذا ضليت فاي كونستنت وسرعة الدوران لازم تكون كونستنت، ليش لازم تكون سرعة الدوران كونستنت؟ لأنه هذا المحرك سينكرونس. إذا عندي اي اي بتساوي كونستنت بيعتمد على شكل المحرك وتصميمه، في فاي اللي أنا بحددها اللي هي واوميجا اللي هي كونستنت اللي هي اوميجا سينك من هون. اذا انا خليت هذا الاكسايتيشن كونستنت اي اي رح تضل طولها كونستنت مضبوط؟ هذا هون الطول رح يضل كونستنت. بتغير اللود، بس يتغير اللود رح يصير في عندي بس تغير بالزاويه هاي اللي موجوده هون، يعني اي اي دائما او اي اي ماجنتيود كونستنت. لانه اوميجا اس ما بصير تتغير وفاي انا ما راح اغيرها، انا ما راح اغير الاكسايتيشن اللي موجود على. هلا الزاوية اللي بين في فاي و اي اي، لاحظوا في عندي تشابه ما بين الفولتجز والفلكسز. إذا طلعنا هون رح نلاقي إنه في فاي اي اي الزاوية بينهم هون دلتا، وهي الزاوية، وين كانت الزاوية دلتا بين مين ومين؟ بين بي بي ار ومين؟ تذكروا مرة ثانية نرسمها. هاي شو سميناها اللي طلعت هون معنا؟ بي نت مضبوط؟ وعندي بحالة المحرك مين اللي بيسبق؟ ستيتر. فعندي بي اس هون وهذه هون بي ار. الزاوية الكبيرة شو سميناها؟ جاب. والزاوية هاي شو سميناها؟ دلتا. بي ار بيشبه اي اي وبي نت بيشبه في فاي، فالزاويه هاي دلتا اللي بينهم هي نفس الزاويه دلتا اللي بين هدول الاثنين. الزاويه دلتا شو كانت خصائصها؟ ايش كانت الماكسيمم فاليو للدلتا؟
90 شو كان يصير عند ال 90؟ على قيمه على قيمه وبعدين اذا زاد اللود بعدها شو يصير؟ ستوري واقف المحرك. اذا هذه عندي هون راح اسميها دلتا. هلا خلينا نفترض انه هذا المحرك زاد شوي فيه اللود، زاد اللود الخارجي عليه. السرعه كونستنت، اذا زاد اللود عليه الباور شو راح يزيد التورك؟ متذكرين الباور شو كانت معادله اللي حطيناها مره الماضيه؟ اي ان في 5 ساين دلتا على هاي اللي هي الباور اللي بعطيني اياها 3 فيس سينكرونس ماشين. في 5 كونستنت، ليش في 5 كونستنت؟ هذا من وين جاي في 5؟ من الشركه مش هيك؟ اي اي كونستنت، ليش اي اي كونستنت؟ لاني شو قررت اعمل؟ ثلاثة طبعا كونستنت واكس اس كونستنت. اذا بدها تغير الباور شو لازم يتغير عندي هون؟ زاوية دلتا ساين دلتا، وساين دلتا حتتغير لازم تتغير دلتا. بدها تكبر ولا بدها تصغر حتى يزيد؟ الساين يزيد مع الزاوية ولا بنقص مع الزاوية؟ يزيد. إذا بده يزيد الباور لازم تزيد؟ لما إذا زدت اللود إيش راح يصير بدلتا؟ تزيد. إذا زادت وين راح تتحرك إلى؟ بس طوله راح يضل كونستنت، إيش راح يتغير؟ زاوية. إذا هون لو أنا عندي فرجال وعندي هون كمبس مسكته حطيته هون وهون بهذا الطول حركته، وين المحل الهندسي لرأس الـ EA راح يتحرك بهذا الشكل؟ خلينا نفترض انه دلتا 1 زادت زياده بسيطه، اي اي ما راح احط اي اي 1 واي اي 2، ليش؟ لانه اي اي كونستنت كمان راح تتغير هذه معي، تتغير بسيطة. فلما زاد اللود زادت الزاويه من دلتا 1 لدلتا. طيب اذا زادت اي اي من دلتا 1 لدلتا 2 ايش لازم يصير الان؟ بهذا الفيكتور الموجود هذا كمان كونستنت راح يتحرك من هون لهون، شو راح يتغير فيه؟ شغلتين. كرنت. شو راح يتغير بالكرنت؟ زاوية كمان طول، لأنه لاحظوا هذا الطول أقل من هذا الطول، زاوية راح تتغير. إذا هاي الزاوية الجديدة أو الفيكتور الجديد هون راح يصير عندي هذه أي أي 1 وهذا الجديد راح يصير ماينس جي أي أي 2 إكس إس. إذا هذا تحرك من هون لهون إيش لازم يصير بهذا؟ لاحظوا هاي بده يتحرك مش هيك بهذا الاتجاه، لأنه هذا هون هي هذا عندي 90 درجة فصار هذا 90 درجة فهذا راح يتحرك بهذا. ليش طوله زاد؟ لأنه هذا زاد من هون. إذا هذا عندي هون اي اي 2 وهذا هون ثيتا 2. إذا ايش بنلاحظ؟ هي النتيجة المهمة لما يزيد اللود على السنكرونس ماشين وأنا مش مغير الإكسايتيشن عليه من هون، ايش لازم يزيد عندي؟ دلتا، تزيد دلتا، وإذا زاد الدلتا ايش صار في اي اي؟ طوله بزيد بس زاويته شو بتصير؟ اذا قلت زاويه بين اي اي وفي 5 شو يعني تغير؟ كان بالاول ليدنج مضبوط؟ هيفلي ليدنج، شو صار هلا؟ لسه ما صار لاجنج، ايمتى بصير لاجنج؟ شو صار اذا؟ لس ليدنج. لو رديت زدت اللود كمان عليه حركت تحرك لدلتا 3 ايش راح تصير الزاويه الجديده هلا هون دلتا 3 وين راح يصير اي اي؟ لسه ما صارش عمودي. اذا وين راح تكون اي اي هون؟ راح تصير هذه اي اي 3 وهذه ثيتا 3. شو بتتوقعوا الان لو رديت زدت اللود كمان؟ حيوصل مرحله قديش راح يصير؟ ريزيستنت. وبعدها اذا رديت زدته ايش راح يصير؟ لاجنج. يعني خليني مثلا ازيد الان اي اي لسه كونستنت، لاحظوا الماجنتيود هذول كونستنت، هذول كلهم بيطلعوا على دائره. لو زدته هلا كثير وزادت هلا دلتا لدلتا 4 لاحظوا هذا شو صار اتجاهه الان؟ هيك صار هيك اتجاهه، بطل عمودي، صار هيك العمودي عليه كرنت او العمود الكرنت اللي بيتناسب معه شو لازم يكون؟ شو صار الكرنت الان؟ اي اي 4؟ لا اذا هاي النتيجه المهمه از لود از increased on a synchronous motor. ايش معنى هذا؟ اذا لما يزيد عندي اللود على synchronous motor لو بدينا في البداية كان اي اي ليدنج، كل ما بزيد اللود ايش راح يصير فيه؟
less leading less leading بعدين راح يصير resistive بعدين راح يصير lagging. ولذلك الموتورز السينكرونس موتورز مرات بنشغلهم كايش؟ مين بيعرف؟ اذا لايتلي لودد يعني لو مسكت سينكرونس موتور وشغلته بدون لود عليه شو بيمثل الان؟ لما يكون ليدنج الكرنت شو بيمثل هذا الكومبوننت؟ ايش بيمثل يا شباب اللي هناك المزين واللي جنبه؟ لايت مزين. لما يكون عندي كرنت ليدنج الفولتج شو بذكركم هذا؟ كاباسيتيف تمام. اذا ايش ممكن استفيد من السينكرونس موتور اللي لايتلي لودد؟ كايش؟ حتى ايش يحسن؟ باور فاكتور تمام بستعمله. ولذلك احيانا السينكرونس موتور ما اظنش الان بالازمان الحديثه بس قديما كان ممكن استخدم السينكرونس موتور بنسميه سينكرونس كوندنسر. هو مش كوندنسر هو موتور بس ما حطيت عليه لود شغلته لايت لود. لما شغلت اللايت لود ايش كان الزاويه تبعته؟ ليدنج فصفى كانه كوندنسر او كاباستر. الكاباستر شو بحسن؟ الباور فاكتور لانه معظم المحركات الثانيه اللي شغال عندي في المصنع لا اللي هي ايش؟ شو اسمها؟ اندكشن موتور. فالاندكشن موتور كله هدول لاقي من هناك بيشتغلوا عندي فبحسن عمالي الباور فاكتور تبع الانستليشن.